مجددا بجميع المشاهدين. إذا أرق وهو فيلم وثائقي جديد للمخرجة اللبنانية ديالا قشمر يتناول أجواء أحد الأحياء في العاصمة بيروت الذي يغلب عليه طابع القواضيات والزعران حسب ما يعرف عنهم في لغة الشارع. وتكشف كاميرا هذا الوثائقي أن خلف منطق القواضيات الكثير من ملامح الضعف والبؤس. التفاصيل في هذا التقرير لساندرا سعد. أرق فيلم وثائقي قدمته المخرجة اللبنانية ديالا قشمر عن شبان حي اللجأ، إنها إحدى المناطق التي لجأ إليها الكثير من الجنوبيين أثناء الحرب الأهلية. حي اللجأ الحكاية مع الهجرة ومع اللجوء، اسمها حي اللجأ. فبركي كمان التفتيش على مراحل حياته العالم، على عقد الاضطهاد اللي عاشوه أول ما اجوا نازحين من الجنوب على بيروت. عندهم حكاية خاصة إلها حكايتها حي اللجأ، فبلشت من حكايتها لحتى فوت على لوين وصلت الجيل الثالث. أنا عايش بالقوة، أنا عايش بالقوة، ما عايش بالقوة. شو المستقبل؟ قررت فوت على حياتهم، قررت اكتشف قد ايه قوي الشارع ببيروت، قد ايش هو اقوى من التربيه، من البيت، من الاهل، من العلم، من كل شيء. القبضيات هو تعبير اطلق على شبان حي اللجأ، اي الاقوياء، وهؤلاء هم من تجرأت ديالا على مساءلتهم والتقرب منهم لتعرف سبب هامشيه حياتهم. اي تصوير بيصير بمنطقه مسكره ببيروت ضمن اذا بدك تسكير، بمعنى تسكير طائفه او سياسه او الى اخره، ان كان بحي اللجأ او باي شارع من شوارع بيروت، هو شغله كثير صعبه. لا انت جيتي دغري خبط لزق تصوير ما تصوير، ما حكيت شيء انا، فهمت علي؟ انت متفقين يا سيدي؟ يو نو وات اي مين، بس الايديا انه عم بعطيكي مغزى الموضوع. أنا تابعة مزاج عام، تابعة مزاج الشباب، تابعة يوم راضين علي يوم مش راضين، يعني ولا مرة بنزل على تصوير وبعرف أنه أنا رح صور أو مش رح صور، يعني كان قلق كامل تصويره لهيدا الفيلم. أرق هو ثمرة عمل 3 سنوات قامت به ديالا قشمر لترفع الأحكام المسبقة وتبرز حقيقة واقع اجتماعي. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت. يعني لم تكن مهمة المخرجة ديالا قشمر سهلة، فهي خرقت خصوصيات هذه المجموعة من الشبان ونقلتها من حيهم إلى كل أحياء لبنان.